بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني وأخواتي مشاهدي قناتي ورحمة الله وبركاته. اليوم جاكم فيديو جديد أتكلم به عن طريقة إجراء البحث عن المصادر العلمية في حالة حبيتوا أنه تبحثون عن موضوع معين، أو تتكلفون بأسايمنت معين، أو تتكلفون بواجب بيتي، أو تتكلفون ببحث. كيف تجد المعلومة؟ كيف تجد المصدر العلمي الأكاديمي؟ نفتح على جوجل، فليكن موضوعنا مثلا عن مادة، فليكن مثلا موضوع البحث مالتك هو عن البامبيليا أنيسام أو حبة الحلوة. راح نقول essential oil مثلا، أو أنتي فايرال و انفلوبد فيروسز. نطيت انتر راح تطلع للارتكلات هنا بانواع مختلفه. هذا الاوبن سيرش، الى ان تستنفذ الموجود ممكن تمشي به. اكو مكان اخر، محرك اخر، انه اروح للجوجل سكولر، هذا الاكاديمي. دائما انا احاول ان استنفذ المقالات، اذا اريد اسوي كومبرهنسيف يعني سيرش استنفذ المحركات، مقالات المحركات. هذا طلع لي، اروح للموقع افتح، طلعت لي البيت مالته. انا هاي الكيوردز مالتها، الكلمات المفتاحيه اللي راح يدور لي على اساسها. هذا اسم العلمي، والبارت اللي ادور على شغله هو الاسينشال اويل، واريد اشوف انتي فايرال على انفلوب فيروسز. طيت انتر، شوف طلع لي الارتكلات هاي كلها. طبعا اللي مخلي لك قدامها بي دي اف، هاي تفتح قبل، بس دوز لايدي تريد تفتحها تقرا نوبات. كيف تعرف انه هذا البحث يفيدك؟ راح تلقى كلماتك المفتاحيه موجوده هنا، وتلقى النبته او الشيء اللي تدور عليه. يجوز اذا مو بالعنوان، هسه essential oil of aromatic plant with antibacterial, antifungal and antiviral and cytotoxic effect. هذا اوفر فيو يعني ريفيو ارتكل. وبهيات انا بنتي موجود اكو حكي عن انس اللي هو بامبيليا انيسا اويل حكي عن. فاباوع العنوان واباوع هذا الملخص بالخط الاسود، اذا كلمات المفتاحيه كلها مجموعه بي اقدر اخذ النوبات. تلقى قباله مثلا هذا بي دي اف، راسا الدوسه، شوف راسا قال لك حمله. تريد تفتح وتشوف بالابستراكت تقرا مثلا، هسه انا راح هذا كان العنوان مالته، وراح اجي على الملخص على الابستراكت يحكي. نوبات الابستراكت يكشف لك شيء، بس هذا ريفيو دائما ياخذ صفه عامه. هسه هذا هي بهالطريقه انا دخلت. اهم ايضا استنفذ الموجود. اكو محرك اخر، انه على جوجل الرئيسي اكتب كلمات المفتاحيه وانهيها ب ان سي بي اي، موقع الدولي الحكومي للبحث. شوف تنتهي دام ان سي بي اي. هذا عباره عن كنز كبير، كل شيء اللي ما يلقى بذنك اللي قال نفسه ال كويري مال السيرش مالته اقدر استخدمه. احط الكيوردز انتر، راح هو يدور يقول لي هذا ما موجود، شو اسوي حتى اتاكد فعلا ما موجود؟ اختصر، شوف بس شلت الجوجل سكولار طلعت لي باوع نوبات العنوان. هسه يقول لي اكو عندك اربع نتائج. زين، اقدر اشيل انفلوبد فيروسز وبقي على قد اكبر اختصار. اقول له دور لي 80 اي تي ايتم، 80 ايتم. شوف هذا مثلا بابيلاريس مال الفروت، كيميكال كومبوزيشن انفكت اون رات موديل نون الكول فاتي ليفر، مو يمي، انتي مايكروبيال اكتيفيتي اي قرئ لان من ضمنها
انتي مايكروبال بروبرتي بلانت اسينشال اويل قد يكون من بيانات افتح واشوف زين فايتو توكسيسيتي اوف اسينشال اويل. فهنا العنوان هو اللي حكمك، هنا انا ما منطيك ملخص. اوكي طيب هذا مكان، هذا مكان، هذا محرك ثالث. ممكن اشيل هذه واكتب ريسيرش جيت، ريسيرش جيت، هذا شوفه ريسيرش جيت، هذا الباحثين يسجلون به. شوف evaluation of antiviral activity selected NS oil as an essential oil against bovine herpes simplex viruses. راح اكتب هنا استخدم نفس الكويري مالته مال السيرش وانزل كيورد مالتي واقول له انتر. شوف ايش قد طلع لي، هذه هياتهم، هاي كلها ارتكلات، يقول لي عندك 10 صفحات او اكثر من الارتكلات، كل صفحه بها 10. هنا قد يكون مثل ما قلت لكم العنوان او الابستراكت هو يعطي الصوره. يعني هسه مثلا انتي مايكروبيال سايتوتوكسيسيتي نكروتيك ريبوسيت اوف بامبيل، يعني سام اسينشال اويل، هذا عنوان باللبن. بس من يقول لك انسكتسايدال بيهافير اوف مايكرو بارتيكل اوف بامبيل يعني سام، مو يمي انت، مو شغلك مو يمي الانسكتسايد، شغلك على الانتي فايرال اكتيفيتي او مثلا خلينا نقول انتي مايكروبيال اكتيفيتي. طيب هذا محرك شقد ثالث، محرك اخر اشيل ريسيرش جيت، مثلا اروح الاليزفاير او دايركت ساينس، اروح هسه الى محرك اخر اللي هو محرك الدايركت ساينس اللي اسمه الاليزفاير. شوف هذا انطاني اول ما انطى اوفر فيو، هذا الاوفر فيو فتشي، هذا ما ينزل لك، هذا الكتاب انا اريد ادخل على الموقع. شوف هذا باحث اكاديمية ايضا ممكن يوديك، خلي نروح له والله ايه حياته، فنزل حياته الكيورد مالتي انتر. شوف حياته يقول عدك 10، 6 منهن بوك شابتر ما اريدهن، اريد ريسيرش ارتكل واريد ريفيو ارتكلز، ما اريد غيرهن، طبعا بس ثلاثة. اقدر اشيل مثلا اسينشال اويلز، راح اشيلها بالله واشوف ايش يطلع لي، هم ثلاثة. اشيل انفلوبد فيروسز، انا اريد اكبر قدر 82 ارتكل، دائما اخذ اكبر قدر، ظل الرئيسي هو انه انت تريد انتي فايرال اكتيفيتي بابليا انيسا، هذه 82 واحد من العناوين، ايضا ما ينطيك ابستراكت هنا من العناوين. شوف الكاتب لك بي دي اف داونلود ينزل، ذاك ما ينزل، حتى ذا ما ينزل اخذ صوره ودي لاستاذك، يجوز هو يقدر عنده اشتراكات ويقدر ينزله. هسه فرضا اريد ادخل على هذا، اها نوبات يطلع لك هاي الصفحه ارتكل وتدخل منه هاي الصفحه، هنا يصير السيرش مالتك، هنا تستخدم السيرش مالته وتدور. اوكي فتاخذ صوره وتودي لاستاذ، ويا يعني اذا وديت اللي هي الافضل ودي له العنوان هذا بالاسود وهذا الدي اي او اتش تي دي بي دي اي او، حتى هو يقدر يشترك عن طريقه. اوكي هسه هذا شنو، هذا موقع او محرك اخر. بعد ايش عندنا؟ بعد عندنا محرك سيمانتك، سيمانتك ها شوف هذا محرك سيليو، هذا محرك سيليو، روح له، هذا من افضل المحركات، هذا ينطي كله اوبن بوك، كله اوبن عفوا اوبن ارتكل. سيليو هذا مال امريكا اللاتينيه، خوش باحثين على قد امكانيات بلادهم بس رائعين. هنا دائما ينطيك البي دي اف هياته، ممكن تكتب كلمة سيليو هنا بصفة، بس انا ادور لكم على سيمانتك هياته. شوف على سيمانتك سكولر، او تدخل على الارتكل نفسه المنشور بها. هسه خلي ادخل بالله على الارتكل هنا
انتي اسينشال اويل فروم ميديسينال هارف فيو. هذا يفيدك ينطيك ابستراكت اذا تريد تقرا دائما ينطي هو ملخص وهذا يعطيك كونتينيو ريدنج وجوا بس تنزل بالسهم شوف هاي ارتكل اخرى ناشرها نفسه او قريبه على نفس الموضوع قلب بالصفحات مالته هذا يجوز ما ينطيك الارتكل بس ينطيك على الاقل يعني ما ينطيك يا بي دي اف بس ينطيك ايش منشور وهذا كلش مهم حتى تستنفذ كل الموضوع شوف انا جاي ادور بس على هالكيوردز شوف راح يدور لي سيمانتيك سكولار طيب ارد اراويكم بعد فد موقع اخر قبل ما هذا اكو نفس الكيورد مالتي بست موقع اسمه هنداوي هذا شوف يقول له هنداوي شوف هذا هنداوي ايضا عنده نشر حتى لو الموضوع ما له علاقة بيك او بكلماتك على الاقل ادخل له واستخدم السيرش مالته هذا شوف فتحه بيست اقول له دور لي على انتي فايرال شوف يقول اكو 66,350 ارتكل شوف هذا شلون حلو هذا ملام الدنيا كلها شوف هذا ريفيو ارتكل باور بعنوانه Pharmacological Properties and Chemical Constituents of Pampelia Anisum هذا هنداوي مال شوف القارة الهندية باكستان الهند حتى الافغان بنجلاديش تنشر بي بس رائع رائع هم كاتبين ممتازين انا اميل لطريقتهم زين هنا انت بعد هو شو مسوي شويه ما عنده سلكتيفيتي مالتهم البرنامج ف بعد انت بكيفك حتى والله خل نختصر نشيل هذا نخليها بس بامبليا انيسام ايش قد يطلع عنه شوف انحصر بعد بس بنبتك ها 56 واحد خلاص هن ذني من ضمنها يصير شغلك هاي اغلب المواقع الالكترونية اللي يدورون بيها طبعا الارتكل ينزل بي دي اف ذولي يعني ايدهم فلتة يعني الناس جزاهم الله الف خير مو نحسي يعني ينطيك الفول ارتكل وانت مرتاح هذا الهوت ميل ابروتش شوفوا هنا يشرح شلون هذا الستار انس شلون سو بلوكج يا شباب هاي كورونا فيروس طبعا او اي فيروس هاي السبايكات من تنطي بعض الفايتوكيميكال شو تسوي بلوك ذا سبايك ليجند ريسبتر ليجند او ريسبتر يقولون هذه بالستار انس ايل اكو فينيل بروبيونويدز هذه فمن تنقفل من ينسقط السبايك بروتين هاي الفينيل بروبيونويد من ضمنها هذا اليوجينول زين هاي الفينيل بروبيونويد او هذه المركبات شو تسوي من تسوي بلوكج او ديناتشريشن السبايك بروتين بعد ما يقدر يسوي بايندينج على السيرفيس ريسبتر مال السيل وبالنتيجه شو يصير بي ما يقدر يسوي انتري ما كونفكشن ابوك الله يرحمه خلصت القصه خله يفتر الى اول ما تلك خليه متخصصه تنهي واذا ما دخل هو بالخليه ظل وانتهى ومعظم هاي المولكيول تسوي كوفالنت بوند وبعد ما تطلع نهائيا بس قول عاد تفيد للكتريتمنت بعد اكو اشياء اخرى مو ثانك يو فيري